السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأهلي يفلت من فخ البلدية، بجد كان ماتش صعب جدا، بس الأهلي اللي صعبه على نفسه. الأهلي الشوط الأولاني كان بيلعب لعب سلبي جدا. كولر لما غير الخطة في الشوط الثاني لأربعة أربعة اتنين ونزل قفشه بالشحات بعمر كامل، الماتش اتقلب والماتش اتغير. لكن انا لحد الدقيقه 60 طريقه لعب الاهلي بعد ما جه الجون انا قلت الاهلي مش هيتعادل، حتى على طريقه اللعب دي مش هيتعادل. لكن كولر غير الخطه وجاب جون عمر كمال، وموديست جاب التاني. التغييرين اللي نزلهم هم اللي جابوا الاجوان، بس كولر بدأ غلط، بس ليه عذره وبيريح لعيبة. بس الفريق ما كانش، يعني الشوط الاولاني مش ده الاهلي، كور مقطوعة والكور طويلة في خط من ورا الدفاع، والكرة اللي جات جون دي ما تتعملش كده ابدا في الاهلي. فحاجة يعني كانت وحشة جدا، بس الاهلي استعاد قوته وجاب التعادل وجاب التاني رغم ان في هدفين ملغيين. انا عارف ان على حبة عين الحكم ان الماتش يطلع فوز للاهلي، حتى كرة موديس كان مستنظر الفار يلغيه، فاول اوفسايد اي حاجة بقى المهم يلغيه، لكن الاهلي ما يطلعش كسبان. فهو كان المخطط كده النهاردة. فانا بلوم على كولر ولاعيبه الاهلي ان كولر مفروض ينزل قوي يخلص الماتش وبعدين يبدا يريح اللعيبه، لكن ما يبداش مريح من الاول كده ولاعيبه البلديه تركب الماتش وخلاص فكروا نفسهم ان هم ريال مدريد وهم في اخر الدوري. يعني بلديه المحله لو بتلعب نص اللعب ده مع بقيه الفرق التانيه كان زمانها في المربع الذهبي. فبرضه ما نبخسهمش حقهم، هم لعبوا على قد اللي لعبه الاهلي في الشوط الاولاني، لكن لما الاهلي ظبط خطة اللعب ولعب كرة الاستحواذ كان 75-25. وما شاء الله الحكم يعني ايه ادى 18 دقيقة وقت ضايع. لو الاهلي فضل متعادل كان صفر على التسعة، لو كلهم حتى طلعوا وقت ضايع كان هيصفر عليهم التسعة عادي، هو ادى تسعة وصفر على التسعة. لكن من الاهلي تقدم قال لك ندي فرصه بقى للبلديه انها تتعادل. فهي دي الكوره واحنا متعودين على كده، ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله نقول له مبروك في ماتش الترجي. الاهلي كده خلاص بح الدوري، هنقعد شويه، الاهلي هيستعد ليوم 18 هنلاعب الترجي في تونس الساعه 10 مساء، ويوم 25 الساعة 8 مساء في القاهرة ماتش العودة، وإن شاء الله الأهلي يتوج بالبطولة في القاهرة هنا بإذن الله. ربنا يكرم الأهلي ويعمل نتيجة إيجابية في تونس تريحه لما يجي هنا بإذن الله. نروح بقى لإيه؟ للكوميديا بتاعت اتحاد الكورة ولجنة الانضباط. طبعا طلع اشاعات يا جماعة صلح حسين الشحات والشيبي، الوزير يتدخل، مش عارف مين يتدخل، بايدن يتدخل، ونتنياهو يتدخل. كل ده كلام هكس ولا اي حاجة، كل ده شغل الاعلام الزملكاوي والسكريبت بتاع اسلام صادق اللي بيفرقه، اسلام صايص اللي بيفرقوا على الناس. ده بيراميدز هيتصالح، هيقعد اللعيبه ويتصالحوا مع بعض. يا باشا اللي كان هيتصالح كان اتصالح من الاول، ما الشحات اعتذر له 15 مره. الاهلي خلاص مش هيتصالح، خدها مني انا بقى راجل اهلاوي، الاهلي مش هيتصالح. الاهلي لازم تنزل عقوبه على الشيبي، وان ما نزلتش عقوبه ها الفيفا موجود. وعايز تعرف ان ده اتحاد عار واتحاد فاسل ولجنة انبساط مش انضباط، ها اسمع الاستاذ محمد شبانة قال ايه. راجل قال كلمتين يشيب ليهم الشعر لو في ناس بتحس وعندها دم. اسمع الاستاذ محمد شبانة قال ايه ونرجع لبعض تاني. اللي هي عندنا شعارات فقط، يعني سيبك من كل بقى الاونطة دي،
يعني انا اللي هيقول لي الفير بلاي، اللي هيقول لي اصل الروح الرياضيه، اللي هيقول لي اصل دي لها لوائح خاصه، اللي هيقول لي ده مجتمع المفترض ان هو سامي و و و ونامي و و ورامي كل الكلام ده بالنسبه لي كل سنه وانت طيب، لان انا هتكلم وكاني دلوقتي اقدم برنامج عن الحوادث في قصه حسين الشحات. بس انا هوريكم في عهد جمال علام وفي عهد هذا المجلس بتاع اتحاد الكوره الذي سقطت اخر ورقه توت على جسده. ده كان زمان المراه زمان جدا بتخفي الجسد باوراق التوت، فيقول لك اخر ورقه توت في اكتر مكان حساس بتسقط. ايه اكتر مكان حساس في اتحاد الكوره؟ ان هو ملوش لازمه ولا حد باصص له ولا حد اساسا في دماغه. لما تبقى قضيه حاصله داخل ملعب كره قدم وبعدين عصرين الليمونه وبعدين نتكلم ويا جماعه ويا هو وما يصحش ونجيب بتوع لوايح، اقسم بالله العظيم اقسم بالله لحصل الفجر النهارده وادعي ان المحكمه تحكم يوم 30 مايو لان هذا حكم باعدام هذا المجلس. خد بالك الحكم في الاخر غرامه عشان بس ايه يعني نقصر في المتكسر. يطلع المحامي قال لك 3 سنين يا راجل، ده لو بلطجي جبته مش عارف منين ضرب واد مش هياخد 3 سنين. يا لو جبت بلطجي في شارع ضرب واد علقة موت وعملت كده زي محمد رمضان في افلامه اللي كان في فيلم اسمه موتة ولا اسمه ايه؟ ابو موتة؟ ولا عبده موتة؟ مش هياخد 3 سنين. انما المحامي طالب 3 سنين على حسين الشحات. ربنا النهارده أن يحكم السيد القاضي الجليل رئيس المحكمة يوم 30 يا رب. وأي حد عايز الصالح بتاع الكورة في مصر يدعي أن المحكمة تحكم عشان كل الناس دي تتكشف. لكن مين يا باشا هنا يجرؤ يجرؤ يبقى عنده شنب وذكر وياخد قرار؟ ولا حد. اصل في لجنه الانضباط والانضباط راحت عند الخراط والخراط راح للحداد والحداد عايز منشار والمنشار عند النجار والنجار عايز مسمار والمسمار اتمنى ويا رب. وهتعرفوا نتيجه دعوتي دي لما ربنا وانا لما بدعي وبقول لربنا يا رب بيستجيب، هتشوفوا النتيجه دي ايه على هذا الاتحاد المرتعش المرتجف اللي ركبه بتخبط في بعض من اي حاجه. شفتوا يا جماعه محمد شبان قال ايه مع حفظ الالقاب للجميع؟ قال لك انا نفسي الشحات يتحكم عليه عشان يبقى ده سقوط هذا المجلس الفاسد. هو طبعا ما قالش الفاسد لكن انا بقول الفاسد، الفاسد الفاجر العاجز اللي هو ما بيقدرش ياخد قرار، لا هو ولا انضباطه ولا مسابقاته ولا اي حاجه، ناس مايعه ناس مايعه. محمد شبان قال لك لو فيكوا ذكر كان طلع قرار، لكن انتوا ناس مايعه ناس صيصه لا عارفين تاخدوا قرار ولا. انا مش عارف انتوا قاعدين ليه، يعني انا مش فاهم انتوا قاعدين ليه، بتديروا ايه؟ انتوا قاعدين تديروا ايه عندكم؟ قاعدين بتعملوا ايه في لجنة المسابقات؟ فين هي لجنة المسابقات؟ بتعملوا ايه في الانضباط؟ فين هو الانضباط؟ شوفوا صالح جمعة في الاتحاد العراقي لجنة الانضباط وقفته 6 شهور و 25 مليون ليرة غرامة، 6 شهور ايقاف، مش عارف زق الحكم ولا بصك على الحكم ولا عمل ايه. انا مش شاغلني عمل ايه، انا شاغلني العقوبه والقرار والحزم. ناس بتشتغل اوام طلع القرار وطلع، انتوا حتى ما عرفتوش تاخدوا قرار غلط حتى،
يعني لو طلعتوا وخدتوا قرار غلط كنا اتناقشنا فيه قلنا ده غلط وده صح وده عملوا كده عشان كده، لكن للاسف ده انتوا فشله. وانا بعتذر يعني للصدى القضاة الجلال، يعني انا مش فاهم انتوا ازاي كنتوا قاعدين على منصه وبتحكموا في قضايا يعني، وجايين لي في موضوع رياضي ها في لائحه الحكم محطوط لك انت حتى مش هتقعد وتحكم ضميرك ولا لا 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 لا، ده الحكم محطوط لك في الورق، ماده كذا بتقول كذا بتاع كذا بتقول كذا والقانون قدامك وانت هتحكم باللائحه تمام. فانا مش فاهم بصراحه الناس دي رايحه لحد فين. نروح بقى لايه؟ للكابتن طارق السيء. عارفين انتوا الكابتن طارق السيء الزملكاوي مش السيد، لا طارق السيء. الكابتن طارق السيء طبعا ده بياخد السكريبت من اسلام سايس. الكابتن طارق السيء طالع يقول لك ايه؟ عايزين جمهور الزمالك فاكرين الكابتن سيد زوزو زومو؟ كابتن سيد زومو لما قال لك قول لهم زومو على الحكم. الكابتن بقى طارق السيء بيقول لك عايزين الجماهير ها تهتف ضد الحكام وتضغط على الحكام عشان يخوفوا الحكام ويعرفوا ان الزمالك قوي. وعلى فكره الزمالك لو بيلعبوه كوره بس في الملعب الزمالك اقوى فريق في افريقيا، محدش يقدر يقف قدام افريقيا. فده يثبت لك انه لعيب ما بيفهمش، البعيد بديل يعني. ليه؟ ازاي منين الزمالك لو بيلعب لو بيلعبوه كوره بس ها مفيش فريق يقف قدامه في افريقيا، وازاي بتقول لهم اضغطوا على الحكم؟ ده اللي انت بتقوله ده حاجه خارج الكوره وحاجه بره الكوره خالص. اضغطوا على الحكم ودوسوا على الحكم وزوموا على الحكم، كل دي حاجات خارج الكوره ملهاش علاقه بالكوره. وترجع تقول لي لو الزمالك بيلعبوه كوره في الملعب هو اقوى فريق ومحدش يقدر عليه في افريقيا؟ انا هقول لك كلمه واحده بس، اتوكس والله العظيم حاجه يعني، والله العظيم حاجه يعني مش عايز اقول الا ايه، مقرفه. احنا بنبارك يا جماعه تاني للنادي الاهلي، الف مبروك، عقبال ما نبارك له كده ايه ان شاء الله وهو جاي من الترجي بنتيجه ايجابيه وفايز ان شاء الله باذن الله. الاهلي نادي القرن، الاهلي اقوى فريق في افريقيا، وكون انه يفوز على الترجي هناك ما هوش انجاز. هو المره اللي فاتت خد الترجي رايح جاي غلبه 3 في رادس، وما هياش اول مره، واسالوا التوانسه احنا غالبين الترجي في رادس اكتر ما احنا غالبينه في القاهره تمام. ان شاء الله بكره الزمالك هيلعب الساعه 10 مع نهضة بركان، كل التوفيق لنادي الزمالك ويكسب. احنا الزمالك ما بيلعبش معانا في البطولة، فالزمالك ده نادي مصري، احنا كأهلوية بنتمنى له الفوز لانه مش معانا في اي بطولة. هو لو بيلعب معانا في البطولة طبعا ده هيبقى خصم ليك، فانت عايزه يتغلب، عايزه يتعادل، عايزه مش عارف ايه. اما الزمالك ما بيلعبش معانا في حاجة، الزمالك بيلعب مع نهضة بركان في بطولة الكونفدرالية لمراكز الشباب بتاعت رمضان تمام. فنتمنى للزمالك كل التوفيق وربنا يكرمهم بإذن الله، وإن شاء الله يرجع بالفوز. إن شاء الله إدارة نادي الزمالك عاملة مكافآت لكل واحد بطة وجوز حمام إن شاء الله وطبق كشري وطبق كشري إن شاء الله بعد الفوز. كل الكلام ده احنا بنهيص يا جماعة وبنقلش على اخواتنا الزملكاوية. ان شاء الله كل التوفيق للزمالك، وان شاء الله الزمالك يكسب وياخد الكونفدرالية، وان شاء الله الاهلي يكسب وياخد دوري الابطال ويبقى السوبر مصري افريقي باذن الله. شكرا لكم يا جماعة، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري. في الوصف لينك الفيسبوك، خش واعمل متابعة. سلام عليكم.